قراءة أولى في المعنى يوسف الوستاتي نتاع اختيار محمد البراهمي لاستهدافه المرة هذه. نعم، هنا بالنسبة للسيد محمد البراهمي والفقيد السيد محمد البراهمي، في الحقيقة فما الرجل عنده مواقف كانت حاسمة وفارقة في الحياة السياسية في المدة الأخيرة، ولو أنها ما كانتش ملحوظة. أولا انتماء حركة الشعب إلى الجبهة الشعبية من جهة، ثم الانشقاق الذي حصل داخل الحركة وتمسك محمد البراهمي ورفاقه بالعمل في إطار الجبهة الشعبية. هذه مسألة تعكس رؤية كاملة للرجل، وعلى خلفيتها تم التهديد سابقا بأنه حركة الشعب ستنتهي سياسيا لو أنها اتخذت هذا الموقف دون المواقف الأخرى، ولو يعني أنها أصبحت معارضة وما إلى ذلك، وكانت هناك تهديدات في هذا المعنى. الرجل هذا أسهم أيضا في تطوير حركة الشعب في حد ذاتها، وفي أعطائها منحة خاص بها وتصور، على عكس حركة الشعب والقوميين بسرعة عام. الرجل نعرفه ناصري، ولكن عنده نزعة اجتماعية وما إلى ذلك في فكره، ومناصر وكذلك مدافع عن الجوانب الاجتماعية في السياسة وما إلى ذلك. الرجل عنده كما قلت هذا الجانب مهم جدا. لكن يوسف، علاش محمد البراهمي وقت اللي هو حزب صغير، وحزبه اللي أسسه حزب صغير، وحتى الشعب ما هوش حزب كبير، معناتها علاش الاستهداف نتاع يمثل التيار القومي؟ شهيد الجبهة الشعبية. هو يمثل التيار القومي واخذ التيار القومي الى الجبهه الشعبيه، وهذا موقف كبير وحاسم في الحياه السياسيه، مهم جدا هذا المعطى. واضافه الى ذلك، هنا انا حتى قبل البرنامج منذ قليل تحدثت مع بعض الاصدقاء في القوميين، يقولوا لي وانه البعض رفاقه ايضا عروه سياسيا لما تحدثوا على انه ما يلزمهمش وما الى ذلك، وفي نوع ايضا من اعلان الولاء الى حركه النهضه. هذا الجانب الاولاني، لكن خليني نرجع للجانب الثاني اللي تحدثوا عليه الزملاء منذ قليل، وهو الجانب الأمني. أنا مانيش باش ندخل في تفاصيل كثيرة، اللي بالفعل الزملاء أبدعوا في 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 صياغة النقاط الأساسية متاعها في مسألة الحراسة، والناس هذيك كيفاش كانت تتنقل والحرية التامة ودور وزارة الداخلية ووزارة العدل وما إلى ذلك. لكن الجانب السياسي، أنا اعتقادي الأهم هو الجانب السياسي. الاغتيال الثاني هذا يعني أن الحكومة هذه فشلت، وما هواش الحلول الآن من خلال أن تتشكل هيئات أو هياكل أو ما إلى ذلك. الحكومة هذه يجب أن ترحل، هذا فشل ذريع. ومش نقولها اليوم، راهو الاعلامي نعم الاعلامي محايد، ولكن مش محايدين في المطلق. انا لما الزعماء السياسيين واصدقائك يموتون يوميا، فانت لا يمكن ان تكون محايدا، انت لا يمكن ان تكون محايدا وانت ترى زعماء هذه البلاد معناها يقتلون يوميا وتهدر دمهم، وترى كذلك. طيب احنا معناها حائرين كثيرا، لماذا اغتيل البراهمي؟ ايه كيفاش اذا كان هذه الحكومه لا تحاسب الأئمة وهم يدعون إلى قتل الناس في المساجد، لا تحاسب رابطات حماية الثورة. اليوم السيد راشد الغنوشي قام بحملة علاقات عامة في وسائل الإعلام، مختلف وسائل الإعلام، تدخل في مختلف وسائل الإعلام تاع الدنيا جميعا من أجل أن يقول للتونسيين ماذا؟ راهو ماهيش مشكلة كبيرة يعني، وهذا يصير ولا وربما شوفوا شنو اللي صار يصير في بلدان، في هناك تجارب سيئة في بعض البلدان، وانظروا إلى ما يحدث في تلك البلدان لتدركوا أن تونس بخير. الرجل الآن مات زعيم سياسي نتاع حزب سياسي، وهذا تأكيد على فشل هذه الحكومة اللي لابد من مراجعة المسار الديمقراطي. والشعب التونسي متمسك بانتقال ديمقراطي حقيقي، ولكن ليس بإشراف هذه الحكومة اللي فشلها.